على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سامحونا أن حصل تأخير، تراكم أنتم في روضة من رياض الجنة، الملائكة تصلي عليكم وأنتم جالسون. صح الحديث ليس من عندي، من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى. تنتظرون درس، تنتظرون محاضرة، ترى الملائكة تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. تعرفون أنكم أنتم في أجمل وأكمل وأفضل وأشرف مجلس في العالم. هذا بيت من؟ هذا بيت ما هم ملك ولا بيت أمير ولا بيت وزير، هذا بيت ملك الملوك سبحانه. هذا البيت تدخله بدون استئذان وبدون معاملة مسبقة وبدون ملف تقدمه، لأن كثيرا لو قدمت أي وزير أو ملك أو رئيس أو زعيم يمكن الغالب ما يجي موافقة ترى، وإذا جاء موافقة بعد شهر ويفتشونك ويسألون ما هو الموضوع، وادرسوا ملفه السابق وماذا يريد أن يقول، وما تدخل وتصل إلا وأنت تنتفض وجاك حمى وجاك خوف ومليت من الحياة لتقول كلمتين. ملك الملوك الآن فتح أبوابه، فتح المسجد لك في كل مكان، ادخل واطلب، فهو الذي يملك رزقك ومغفرتك وسعادتك ويملك راحتك ويملك نجاحك ويملك توفيقك ويملك منقلبك في الآخرة، وهو اللي أعطاك أصلا الصحة، وهو الذي صورك، وهو اللي أعطاك المال وأعطاك الولد. فإذا قلت استغفرك يا رب قال غفرت لك، استرحمك يا رب قال رحمته، قال ربي يرزقني رزقك، قال يا ربي أعطني قال يعطيك، يا ربي فعلت فحش اغفر لي، يغفر لك ملك الملوك سبحانه. أنتم أعز الناس لأنكم جلستوا عند ملك الملوك سبحانه في مسجده. ولذلك آمل من الله وأرجوه وأسأله أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. ترى يا إخوة المسجد الناس صفوفهم في الجنة مثل أو مثل صفوفهم في المسجد، يقول الصف الأول اللي حافظ على الصف الأول يأتي في الجنة في الصف الأول، الثاني في الثاني، والثالث في الثالث. ولهذا ما جئتم هنا إلا بالإيمان الذي أوصلكم إلى هنا. كثير ترى من الناس عنده فجور، يقول وش يتجمعون هؤلاء من طاعة ويتجمعون في المساجد، وش عندهم؟ عندنا لا إله إلا الله، عندنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا محبة إيمانية، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا من اليمن، هذا من قطر، من الخليج عموما، هذا من السودان، هذا من مصر، هذا من المغرب العربي، هذا من العراق، هذا من سوريا، هذا من الهند، هذا من باكستان، هذا من بنغال، كلهم حمر بيض خضر صفر كلهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا محاضرة الليلة لا تحزن وعندي وقفات، في أي لحظة قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن؟ متى قال له لا تحزن إن الله معنا؟ هو جالس على مأدبة بأبي هم صلى الله عليه وسلم، جالس يتغدى، جالس على شاطي، يوم قال لصاحبي انتبه احضر قلبك ترى هذه تنفعك إن شاء الله مدى الدهر. طيب مع التحية لخواتي وبناتي النساء، ترى هذه تنفعك أبد الدهر، لا تحزن إن الله معنا. أنا أسألك سؤال، متى، ما هي اللحظة الحاسمة التي قالها صلى الله عليه وسلم لصاحبه؟ من هو صاحبه؟ أبو بكر الصديق صاحب الغار ترضوا عليه. أشكركم يا أهل السنة العمود الفقري للإسلام، جمهور أهل الإسلام، الإسلام يقوم على أهل السنة، الإسلام القوي، الإسلام المنتشر، الإسلام الصحيح. أبشركم أنكم أكثر من مليار في العالم، كلكم تترضون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نترضى عن الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا. ما في غل أبي بكر، ما في غل عمر ولا عثمان، غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. متى قال صلى الله عليه وسلم لصاحبي لا تحزن إن الله معنا؟ قالوا جالسين في سمر، قالوا يعني تحت ما شاء الله في حديقة خضراء. تدرون أن هذا هو أحرج وأخوف وأقلق موقف مر بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تصور معي، انتقل بذهنك، سامحك الله وغفر الله لك ورضي عنك وعن والديك، انتقل معي لحظة. هذه اللحظة قال صلى الله عليه وسلم 50 سيفا محلق أبغار ثور تريد قتله صلى الله عليه وسلم، 50 شاب من كفار قرش فدائيين انتحاريين يريدون كما يقول الطنطاوي ارتكاب أعظم جريمة في التاريخ، أكبر جريمة في التاريخ أن يقتل رسول الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم عنده حرس، وكان عنده خويا طبعا سعد بن أبي وقاص معه الدرقة ومعه رمح، قبل ما تنزل عليه الآية تعرض صلى الله عليه وسلم ل11 محاولة اغتيال ونجاه الله، فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول لك علينا ما يقتلك أحد لكن بلغ الرسالة، فخرج على الصحابة وإذا الحرس موجودين، سعد بن أبي وقاص هذا قائد الإسلام صاحب القادسية الذي مرغ أنوف فارس المجوس في التراب،
وقيس بن سعد مترس، وفلان من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا يعني روحوا بيتكم خذوا راحتكم، إن الله عصمني ومنعني من الناس، والله يعصمك من الناس. يوم حفت برسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سيف تقطر دما تقطر موتا، أخذوا من كل بطن في قريش شابا فاتكا شابا فدائيا شابا مقاتلا. أتى صلى الله عليه وسلم دخل الغار فطوقوه بالسيوف، التفت صلى الله عليه وسلم وإذا السيوف حوله، طلعوا فوق الغار مشكوك الغار. قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا، بس ينظر أسفل. تبسم صلى الله عليه وسلم في عين العاصفة، حتى يقول متنبي سيف الدولة، سيف الدولة الملك طبعا الشجاع قاتل الروم، يوم أتت السيوف تمشق في دمائهم والرمح تقلع برؤوسهم، أخذ يتبسم في المعركة، قال متنبي وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. يقول سبحان الله تبسم هنا يتبسم الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر ما ظنك يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يقول ايش ظن بالله. ثم قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، أعرف وأعرف أنك جيت وأنك جيت المحاضرة، كل منا عنده هم وغم ومشكلة وحزن، مثل ما يقولون في المغرب العربي اللي ما عنده هم تولد له بغلة هم، يعني حتى في المطبخ بتجد هم، حتى في السيارة بتجد هم. يقول أحد العلماء عندنا الدكتور جعيثم والله إنك تسر في أول النهار ويطلع لك مشكلة في العصر، تفرح اليوم تبكي غدا، سبحان هذه الدنيا دار متى ما أضحكت في يوم أبكت غدا، قبح لها من داري، كل تحت كل قصة غصة، هنا غصة. ماذا تفعل؟ لا تحزن الله معنا، أعرف أن ابنك مريض لا تحزن أن الله معنا، أعرف عليك ديون لا تحزن أن الله معنا، أعرف أنه مات لك بنات لا تحزن أن الله معنا، أعرف أنك شردت من بلدك ومات بعض أسرتك خاصة في الشام في سوريا، الله يفرج عنهم ويسترهم، في العراق في غيرها من البلدان الله يفرج عنهم ويسترهم، لا تحزن أن الله معنا، أعرف أن عندك مشكلة مع زوجتك لا تحزن الله معنا، أعرف أن عندك ذنب ارتكبته لا تحزن إن الله معنا، أنت موحد ترى أنت مسلم، ما دام الجبهة هنا تصل هنا لا تخاف، ما دام جبهتك هذه تضرب في التراب لا تخاف. اسمع اللقطة احفظها مني، بين مشكلتك والحل كما بين جبهتك والأرض، المشكلة بينها المسافة، بين المشكلة والحل كما بين جبهتك هذه والأرض. كل الحلول للرسول صلى الله عليه وسلم أتت بالسجود، فاسجد واقترب. الناس ما الله في جهة العلوس ما قال اعلو واقترب، قال اسجد انخفض تقترب، انخفض ترتفع، طمن تعلو، ضع جبهتك ترتفع، فاسجد واقترب. اسمع ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقول علمنا أنه يضيق صدرك بما يقول الناس من الكلام، فسبح. وش العلاج؟ مش معنى الآية يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نعلم وندري إنك يضيق صدرك بشر، سبوه صلى الله عليه وسلم بأبي أمي، قالوا شاعر أعطوني سب ما يفي القرآن وتقرأ نقرأها في صلاة الفريضة وفي التراويح، سب الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس وهو الإمام، قالوا عنه شاعر صانه الله ليس بشاعر، قالوا كاهن، قالوا كذاب صانه الله، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا مفتري، قالوا أساطير الأولى اكتتبها، تقرأ علينا تقرأ أنت في الصلاة ولك بكل حرف 10 حسنات زيادة، تقرأ أنت هذا الكلام لك بكل حرف 10 حسنات، ويسمعها صلى الله عليه وسلم فيقول له ربه ويعلم النفس وما أخفت ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب وش الحل؟ عارفين يضيق صدرك، الحل قال بننزل لك جنود، ننزل لك عسكر بننتقم منه، لا اسمع الحل، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا هو، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا أتتك عاصفة هم حزن صلي ركعتين أو الفريضة إذا حضرت، كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. عرفت شبابا والله في حياتي أسافر كثيرا أنه يركب معي أحدهم في الطائرة أو في الفندق أو يواجهني في الطريق، قال والله أني أوشكت على الانهيار والانتحار، وفكر بعضهم يقتل نفسه، قال تدري ماذا أنقذني؟ قلت لا، قال الصلاة وحدها، مسكين الذي لا يصلي، حكم على نفسي بالإعدام. ترى اللي ما يحافظ على الصلوات الخمس يراجع حياته مدمر حياته تماما، والله لو سكن في القصور، والله لو عنده الدور، والله لو المليارات، ترى حكم على نفسه غيابيا بالقتل،
والله فكروا في الانتحار. آخرها شاب من جهتنا في السعودية يقول أنقذني ربي وسوست وألحت وتركت الصلاة وكنت أفكر أنتحر، وفي الأخير هداني الله، سمع شريط أو مدري فيديو وسرت أصلي، قال إن شرح صدري، لأنه يقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله يقسم يقول والذي وعزتي وجلالي إن من أعرض عن الصلاة، يعني معناها والذكر، إنه يعيش ضنك ويعيش هم ونكد وحزن، حتى يقول الحسن البصري لا يغرك هؤلاء أعداء الله الفجرة الذين أعرضوا عن الله ولو أسرعت بهم الخيول وطقطقت بهم البغال، يعني المواكب، ولو سكنوا في القصور ولو ملك الدور، لا يغرك والله إن القلق والاضطراب معهم، والله إن الهم معهم، لأنه لا راحة يا إخوة إلا في الذكر والصلاة والعبادة. قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنا أقول لكم، جيت أقول لكم أذكركم الآية، دائما اكتبها أنت في بيتك، اكتبها في غرفة نومك على سريرك، لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معك من تخاف؟ إذا كان الله ضدك من ترجو؟ إذا كان الله معك أنت، الله معك سبحانه، أنك تصلي مؤمن صح، لسنا كلنا مذنبين، كلنا مخطئين. أبشركم بحديث في الصحيحين، اسمعوا مني، في البخاري ومسلم، إذا جاءكم أحد قول البخاري ومسلم، هذان كتابان لهما القبول لا يطعن فيهما إلا زنديق. إذا جاءك واحد يضرب البخاري يعرف أنه بيريد الزندق وبيسوي علينا علوم وبينثر عفش الإسلام، قصده نثر الله عفشه وقصم ظهره. أصدق الصحابة لهجة أبو ذر، ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء، أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. يقول أخذني صلى الله عليه وسلم ليلة معه، يبي يخرج برا يعني خارج المدينة، مرة صلى الله عليه وسلم يأخذ أبا هريرة، مرة مع أبي بكر، مرة مع زيد بن ثابت، مرة مع عمر، مرة مع علي، وينسى الصحابي كل شيء في حياته إلا هذه الليلة، وينسى كل شيء إلا الجلسة هذه، وينسى كل حدث. الصحابة بعد ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه نسوا حياتهم، ما يتحدث عن أطفاله ولا عن زوجته. كل ملك الصحابي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي، ابتسم صلى الله عليه وسلم في وجهي. طيب تصور الذي صلى بين العشاء رسول الله عليه وسلم، تصور أنت، تصور أنك الآن تتعشى معه صلى الله عليه وسلم، رسول الله المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل، صاحب الغرة والتحجيل، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى، صورنا بيتعشى معك. فأخذ أبو ذر، قال أبو ذر في الصحيحين فمشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء القمر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم المشوار لمقابلة جبريل خارج المدينة يعني في الضاحية. قال فمشيت في ضوء القمر، قال صلى الله عليه وسلم انتظر هنا. قال فانتظرت، قال لا تتجاوز هذا المكان، يعني خط لو صلى الله عليه وسلم دائرة قال مكانك. قال فبكيت، قال وإذا برجل في ظل القمر يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما يقول فجأة وإذا برجل واقف، أنا كنت وحدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد ثاني زار، وشوية وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف معه رجل. قال واسمعه يحدث ويحدث ويحدث ويحدث. فأتى فيقول أبو ذر يا رسول الله طلت علي يعني خفت عليك يوم طلت، من هذا؟ قال رأيته؟ قال والله رأيته يا رسول الله في ظل القمر، هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، الجار حق الجار، الجار في الإسلام الجار، يقول حتى ظننت أنه بعدين بيقول ترى له حق الميراث. وأتاني جبريل يبشرني، يقوله قال بما بشرك يا رسول الله؟ وبذر حاد وعجور رضي الله عنه محتد وحساس، قال بشرني أنه من مات من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فبشره بالجنة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله جبريل عنا وجزى الله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من ذلك، اللهم اجعلنا من نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو ذر فأخذوا الحماس، وإن زنى وإن سرق، يقول أبو ذر شوف السؤال داخل كذا، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق في البخاري مسلم، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، يقول على رغم أنفك، إذا رضيت الآن ترضيت ولا ما رضيت، يقول على رغم أنفك، نعم طبعا. قالوا العلماء إذا تاب إلى الله وأناب، لأن عنده التوحيد ومصيره إلى الله، وفي الأخير إن مصير أهل الكبائر إلى الله يغفر ذنبهم، واحد مؤمن خلاص. فبشرى، شوف هذه البشرى في الليل، أتى أبو ذر، كان يبكي أبو ذر بعد مؤتة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كذا على أنفي وإن رغم أنف أبي ذر، فيبكون الناس، يعني تذكر هذه اللقطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الكبير ثلاث مرات. طيب اقبل البشرى، قال وإن زنى وسرق، 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 قال على رغم أنفي أبي ذر، طبعا وش تبغى يعني من كلامي هذا ليس من الحديث، هذه وقفة. متى قال صلى الله عليه وسلم؟ قال في الغار والموت حوله. إذن أنا جيت أقول لكم اليوم لا تحزن إن الله معنا.
كلنا والله نفس أهل الظروف اللي عندكم، ذنب ذنب، خطيئة خطيئة، تقصير تقصير، ما أحد سالم. ليس ما الدنيا هذه لا تضمن، ما في ضمان. تدري متى تضمن الراحة؟ تدري متى ترتاح؟ إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة. قال عبد الله بن إمام أحمد ابن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، قال له: يا أبتا متى يرتاح المؤمن؟ قال: إذا وضع رجله اليمنى في الجنة. قبل ذلك لا، حتى إذا دخل المؤمنون أسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، قالوا يدخلون شوف بلهفة، يعني أعوذ بالله، معذبين في الدنيا ومشاكل وموت وتشريد وقتل ومسجونين بعض أقاربهم ومعذبين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يقولون في الجنة، هذه هو الكلمة، يدخلوا في الجنة تشوف غرفك، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. متى؟ سؤال ثاني. في أي لحظة قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين؟ أبونا آدم، أمنا حواء. أنت ترى إذا افتخرت علي ولا أنا افتخرت عليك، ترى الأصل واحد، نعود هناك، أبيض أحمر أصفر بنفسجي، أمير وزير كبير صغير عامل بسيط، ترى الأب واحد، ترى الأم واحدة. بس بعض الناس دخل علينا شجرات، يهددنا بها شجرة أنساب على يسارة، تجده ما يصلي في الفجر ولا يركع ركعة، كل مجقر أنت تراني من آل فلان ومن قبيلة آل فلان ومن طيب وش سويت؟ وثم ماذا؟ أبو لهب أكثر منك نسبا، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، في نار تلظى. طيب أبو جهل مخزومي، أبو جهل مخزومي من سادات مكة الكبار، في نار تلظى. بلال عامل بسيط، قصره كالرباب السحابة البيضاء في الجنة، هو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى عمر رضي الله عنه إذا جاء مجلس الشورى يدخل سادات قريش يأخرهم هناك، اجلسوا هناك برا خارج. قالوا: تؤخرنا؟ قال: نعم، لأن القوم دعوا ودعيتم وعرفوا وأنكرتم، تأخروا. فيق بالبلال: مرحبا يا أبا عبد الله، هذا سيد المسلمين. يقول عمر ومجلسه جنب عمر: مرحبا بسيد المسلمين، طبعا أسلم متقدما، جاهد، أذن، دعا. يقول عمر: مرحبا يا أبا عبد الله. يقول أنه في اليرموك شاور أول الناس، شاور بلالا. يا بلال، أنه قضية كبرى، خالد محمد خالد كاتب مصري مشهور جدا، صاحب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له، ترجم لبلال، كتب سيرته. قال: بلال، سيدنا بلال، من الذي لا يعرف بلال؟ أطفال اليابان يعرفون بلال، أطفال نعم أطفال الصين يعرفون بلال، أطفال الشرق يعرفون بلال، أطفال المغرب العرب يعرفون بلال. بلال سيدنا، لأنه عرف الحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قلت: ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. متى تقول، اسمع، متى تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا؟ متى تقول هذه المسألة؟ متى تقول ربنا ظلمنا أنفسنا، ارتكبنا سيئة؟ وإذا ارتكبت سيئة مثل أبوك، يقول الغزالي صاحب الأحياء: إذا أخطأت فتب مثل ما تاب آدم، فإنه أخطأ وتاب، ومن يشابه أبوه فما ظلم، وتلك شنشنة نعرفها من أخزن، ومن يشابه أبوه فما ظلم. عربي عنده جمل صغير، فأخذ جمل يشنشن له صوت يهدر هدير، قالوا له الناس: وش جملك هذا يهدر؟ قال: هذه شنشنة نعرفها من أخزم، أبوه اسمه أخزم، فجاء مثله، فمن يشابه أبوه فما ظلم. يقول: أنت مثله طبعا، لكن آدم لما أخطأ تاب إلى الله، أكل من الشجر، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. أخي، إذا أخطأت مباشرة قل: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه، توضأ وصل ركعتين. وبشركم بحديث في مسند أحمد صحيح وفي السنن، احفظوه، عن أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن، الله أبو الحسن هذا. وش أحسن صفات علي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية في خيبر، هذا استطراد، ترى ما ذكر أنه أنك نسيبي، يعني هو متزوج فاطمة طبعا، ولا قال أنك ابن عمي، ولا قال أنك هاشم، هو هاشمي، هو من سد، هو سيد بني هاشم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم والله، عم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: لأعطينا الراية غدا، رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، بس هذه أكبر صفة لعلي. علي روى الحديث، قال: سمعت حد، قال: كان الصحابي إذا حدثني، قال: كان الرجل، يقول علي في المسند كذا نصه، كان الرجل إذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فين حلف صدقته، ما يقبل علي، متأكد. يجي واحد صحابي، يجي واحد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي: وقف احلف، قال: والله الذي لا إله إلا هو، سمعت. يجي واحد عربي، قال: احلف، قال: وصدق، وحدثني أبو بكر الصديق، قال: وصدق أبو بكر. من بيتحلف أبو بكر؟ الله صدق من السماء، الله قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. ما الذي جاء بالصدق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي صدق به؟ أبو بكر أول واحد، أبو بكر صدق الملائكة، صدقه الله سبحانه وتعالى.
حسبي الله على من يطعن في عدالة أبي بكر أو علي رضي الله عنه يزكيه. يقول صدق أبو بكر، قال يقول أبو بكر سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ذنبا كبير صغير فيتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له. رواه أحمد في المسند وسنده صحيح وهو حديث ثابت. إذن اللحظة الحاسمة في حياتك لحظة الذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. وبشركم شيء، الله اللي يوم ذكرها الفاحشة هنا تدري ماذا وعدهم به؟ عطفهم على من؟ يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. هذا مدح فيهم أهل فردوس الأعلى. اسمع الآن من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، في الفقر في الغنى في الشدة في الرخاء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسمع الجزاء، ما قال بستغفرهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أشهد أن هذا الكلام من عند الله، أشهد أنه كلام الله، أشهد أنه معجز، أشهد أنه متحدى به، أشهد أنه معصوم من الزلل والغي، ويا لسعادة وقرة عين من اتبع هذا الكلام. إذن كلك في كل يوم لحظة استغفار، لحظة إنابة، تذكر ذنوبك، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطياتك، تذكر واستغفر وتب كما فعل أبوك آدم وأمك حواء. وأبشر ثم أبشر، ربنا ظلمنا أنفسنا، يقول آدم وإن لم تغفر له وترحمنا لنكن من الخاسرين. السؤال الثالث، في أي لحظة قال يعقوب لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ترى ما قال يوم ضاع يوسف، يوم ضاع الثاني، ضل الثاني، يقولون مثل عام يبغينا ابنهم فاخذوا غنمنا، يقولنا بغينا ابل القوم يعني ان حاربنا الاعداء نبغى ناخذ الابل جمالهم، قال فسرقوا غنمنا اخذوا الغنم مع الجمال. هو يعقوب عليه السلام يدور ليوسف اعلان، وقام يبكي عليه السلام وابيضت عيناه وعمي ويبكي ليل ونهار، يبكي ليل ونهار، قال اخوانا بروح ابحث عنه، راح دبروا رجعوا قالوا خذ أخوي الثاني مع الأول، ما يعرفون يوسف، قالوا ترى الملك أخذ أخونا. ماذا قال يوسف؟ قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأس أبدا، لا تيأس من النجاح، لا تيأس من الغنى، لا تيأس أن الله يغفر لك، لا تيأس أن الله يفرج همك، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنا أنقل لكم أثرا إسرائيليا ورده العلماء، والله لو كان عندنا خشية تبكي الحصى مثل هذا الأثر، وإني أظن من قلبه حجر كاد يبكي. يقول بقي يعقوب عليه السلام، بعض المفسرين قال 40 سنة أعمى، شيخ كبير يبكي في الليل والنهار، ثم سجد ليلة من الليالي وهو في السجود يبكي، أعمى شيخ كبير فقد ولديه ومحزون ومهموم، حتى يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كان يبكي أبو بكر إذا قرابه في صلاة الفجر فيبكي الناس، وعمر إذا وصل بعد متولى الخلافة ويصلي بهم، قالوا كان عمر يقرأه فإذا وصل إلى قول يعرفون الناس أن عمر إذا وصل إلى هذا المقطع وقف وبكى الناس، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول في السجود، اسمع يعقوب يقول يا ربي أما ترحم ضعفي؟ أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم كبر سني؟ أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم فقري؟ قال فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم، قال يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لاحيت لك. ثم جته البشرى في اليوم الثاني، قال لا تيأس من روح الله، لا تيأس، ترى الفرج ياتي، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أم ترى فرجا فأين الله والقدر، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. العظيم الواحد هو الله، المالك هو الله، الصمد هو الله، القهار القدير الغني الله وحده، لا ينفذ أمر في الدنيا إلا نفذ في السماء. يقول واحد شعبي شاعر، لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزام، اشتداد الحزام،
وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت تنام وخالقك ما ينامي. سجن شاعر في العهد العباسي عهد المامون، فقام يصلي ركعتين في السحر، ثم قالوا عند الباب يلتفت ويناظر في السماء يدعو: عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعصا فلا تجزع، إذا حصلت هما يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. ففتح الباب، فتح الحارس الباب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والله يأتيك الفرج مثل اللمح، لكن اصبر، احتسب، كفارة، إعانة، واصل، انتظر، لا تيأسوا من روح الله. روح الله، فرج الله، نصر الله، توفيق الله، قرب الله، حفظ الله، رحمة الله، لا تيأس، لا تعترف باليأس، واصل واصل. سؤال الرابع: في أي لحظة قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين؟ متى قال موسى؟ متى قال كلا إن معي ربي سيهدين؟ موسى قال والبحر أمامه، الأمواج، وفرعون أقبل، بعض الروايات تقول 600,000، الله أعلم بعددهم، قليل ولا كثير، الموت وراءه والموت أمامه، التفت قال أصحابه بنو إسرائيل إنا لمدركون، يقول وصل الموت خلاص وصل. قال موسى التفت إلى السماء جهة العلو: كلا إن معي ربي سيهدين. فقال فنادى ربه: يا ربي ماذا أفعل؟ فرعون وجيشه من ورائي والبحر من أمامي. قال اضرب بعصاك. يقول الطبري: كان هارون متقدم في أول الجيش، أخوه وعنده عصا طبعا، ولكن العصا الأصلية مع موسى، ذاك عنده عصا وهذا عصا بس تختلف طبعا، لأن في هذا السر سبحان الله. قال ماذا أفعل يا ربي؟ وهارون متقدم يعني قريب البحر، وذاك أقبل، اسمعوا الكتائب، فرعون زاحف أقبل. قال اضرب بعصاك البحر، ظن أنه يصلح أي عصا، اضرب بس. قال يا هارون اضرب اضرب لأنك عندك، فضرب بها هارون فما تحركش. قال اضرب، قال سبحان أنت اضرب بعصاك، فتقدم وشق له الصف فضرب بعصاه فانفلق له 12 طريق خرج، في القصة المعروفة. ولما فرج له 12 قبيلة هم، خرج ودخل في الغعور في القصة المعروفة، حتى يقول ابن الجوزي: قال فرعون: ما علمت لك، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوق رأسه. قال ما دام تجري من تحتك حتى خلها تجري من فوق رأسك أنت يعني؟ طيب ما علمت لكم، يقول من إله غيري، طيب من خلق السماوات والأرض قبل ما تأتي؟ أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. لذلك لا تيأس يا من قال سبحان ربي الأعلى، والله لا يجمعك الله في نار جهنم مع من قال أنا ربكم الأعلى. أنت قبل شوية تقول سبحان ربي الأعلى، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، إن شاء الله ما يجمعك مع العدو هذا الخبيث النذل حقير أعدى بشرية. أنا شفت هيكلة، زرت المكتبة في مصر رأيته، كتبت مقال قلت رأيت فرعون، رأيته ذليلا منسدحا جثة هامدة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، رأيته لم يكن إلها ولم يكن ربكم الأعلى، رأيته هو جثة وجثمان ومنتهي وذرات محروق، رأيته قد أصبح شيء وأصبح يعرض للناس في مهرجان الحياة يتفرجون عبرة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا هو الواحد الأحد. هنا يقول موسى كلا إن معي ربي سيهدين، إذا أظلمت عليك الأمور واشتبهت تقول كلا إن معي ربي سيهدين، يفرجها الله سبحانه وتعالى، يفرجها سبحانه وتعالى ويكشفها جل في علاه لا إله إلا هو. هنا أيها الأحباب، كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، هو هداية من الله سبحانه وتعالى لأوفق الأسباب، ولذلك هداه الله ونجاه وأنقذه عليه السلام. يقول يوم أتى وصل البحر قال اللهم إليك المشتكى وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، فنجاه الله. السؤال الخامس: في أي لحظة استغفر داود ربه وخر راكعا وأناب؟ لحظة ماذا؟ لحظة ارتكب ذنب، الله أعلم بهذا الذنب، قال مفسرون كذا وقالوا كذا، المقصود ترى داود بكى بكاء من الذنب، بكاء لا يعلمه إلا الله. يكون أكثر من تأثر من الذنب من الأنبياء داود عليه السلام، ابتلاه الله بهذا الذنب فرفع ورفعه، حتى أن الله رفع آدم بالتوبة بعد الذنب ورفع داود بالتوبة بعد الذنب، وبينهما الاثنين ترى بينهم تجانس، حتى في عند مسند أحمد، في مسند أحمد وفي الحديث الصحيح أن الله نثر ذرية آدم كهيئة الذر، فرأى آدم رجلا يزهو يعني في الذر، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا عبدي داود،
من أبنائك يعني باقي بيجي في الصلب. قال يا ربي كم عمره؟ كذا في الصحيح. قال 60 سنة. قال أعطوه من عمري 40 هدية يعني. فأضاف له في القضاء والقدر. وعمر عمر آدم عند الله معروف، أوحى الله إلى عمرك كذا وكذا. فأتته سكرات الموت، قال يا ربي أما قلت لي إن عمري 1000 أو كذا؟ قال أما أعطيت ابنك داود 40؟ قال لا يا ربي ما أعطيته. قال في قول صلى الله عليه وسلم يتبسم، فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. ألا ننساك أحد؟ تقول أنا لقيتك؟ قال لا والله أنت ما لقيتني. تودع بعض المدعاة تقول هذا مسك الفلوس، قال لا ما ودعني شيء. حتى حافظ إبراهيم يقول محمد شوق يقول ودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والكلب حافظ، استغفر الله وتبني. هو بيتمازح وحافظ إبراهيم يقول له، حافظ إبراهيم شاعر مصر شاعر الوادي وادي النيل يقول فما لسجون اليوم أصبح باردة، يقول ما لشوق اليوم فشوقي رعاك الله أصبح باردة، يقول شوقي أنا، ويقصد أحمد شوقي، يقول بارد ثقيل دم ويقصد ذاك. فعرف تعرف لحظات الشعراء استطراد هذا. فيقول أحمد شوقي أمير الشعراء فودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والكلب حافظه، يعني أن الكلب يحفظ استغفر الله وتبارك. هذا مفاكات يعني. أقصد هنا 40 سنة جحدها وكتب فأضيفت لداود عليه السلام. سبب داود أنه أذنب فتاب إلى ربه وأناب، فقال فخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. بعد الذنب وبعد ما تاب زلفة ويقدمه ربه وهو نبي عليه السلام. ولذلك لا تيأس أن الله، لا تقول لا يغفر الله لي أعوذ بالله، بل يغفر الله لك. وإن من أعظم يا أخواني الذنوب اليأس من رحمة الله، اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. إنه لا يقنط من روح الله، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأس لا تيأس، قنوط لا تقنط. الله سبحانه وتعالى في أبي داود سنن أبي داود قال ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك ضحكا يليق بجلاله. حديث حسن، يعني أصابهم قحط، أصابهم يعني شدة، أصابهم يبس، ما نزل الغيث، أصابتهم سنة مجدبة، فتجدهم مزلزلين قنطين خائفين، فيعلم أن فرجهم قريب. في لقطة واحدة كيف الفرج مثل الضوء، أسرع من الضوء، الفرج أسرع من الضوء. أصاب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام شديد من القحط، ماتت المواشي، يرون الماشي أمامهم، تسقط البقر أمامهم، يسقط الحمار، يسقط الخروف، لا عشب، لا ماء، لا غيث، لا زهر، لا شجر. فخطب صلى الله عليه وسلم، شوف في موضوع أكثر من 1000 في المسجد، أكثر من 1000 من الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يتكلم في موضوع آخر، موضوع الإيمان أو موضوع الرسالة أو موضوع الآيات. وإذا بأعرابي دخل من نحو دار القضاء يعني باب، قال يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة يا رسول الله يا رسول الله، فسكت صلى الله عليه وسلم. تعرف الأعراب يعني من البادية ما في تأدب مباشرة كذا دغري. وقف صلى الله عليه وسلم التفت له قال يا رسول الله جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم الموضوع الأول والتفت. يقول ابن عمر في المسجد والله أني كنت أنظر إلى وجه صلى الله عليه وسلم في المنبر إذا خطبنا، والقمر ليلة 14 إن وجهه أجمل من القمر، والله أن ينظر إلى وجهه إذا تكلم، وإن يتذكر قصيدة عمه أبي طالب يقولها عنه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثماء لليتامى عصمة الأرام. يقول بس وجهه، يقول أبو طالب عمه اللي مات، يقول بس وجهك بس طلعوا كذا يستسقى به الناس من الجمال والضياء والصدق والنور والبشر. فالتفت إليه قال ادعو الله يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الصحابة كأنس وجابر والله الذي لا إله إلا هو ما في السماء سحاب، في الصيف عز الصيف 50 درجة درجة الحرارة في المدينة الظهر، والله ما في السماء سحاب ولا قزع. قال فطلعت سحابة من وراء جبل سلع من وراء جبل أحد، فاعترضت في السماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر، فأبرقت ثم انتشرت ثم أزبدت ثم أرعدت ثم أمطرت، فنزل المطر على وجه صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر، بزبوز من فوق يصب من على السقف، والطين والماء يصب من على وجهه بأبي همي الوجه الأزهر أجمل من خلق الله. يقول أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. يقول خرجنا من المسجد
والله إن السماء تمطر، وإنا بقينا سبتا كاملا، وفي لفظ البخاري بقينا شهرا، وإنه سال وادي قنا شهرا كاملا. فجينا في الجمعة الثانية كله مطر يصب صب صب بزابيز كله، ما فيه، ما وقف ليل ولا نهار أسبوع. فصعد المنبر يخطب في موضوع ثاني، وإذا بالعرابي نفسه يطلع وغيره، قال يا رسول الله، قطع الخطبة مرة، التفت صلى الله عليه وسلم، قال ادعو الله. جاء العيال ذا الحين موضوع ثاني، يقول بغينا غيث ما عدنا نخرج طبعا. جاء العيال وتقطعت السبل، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل، اسم الله أن يرفع عنا. فما يصلح أن يقول أرفع عنا الغيث، يقول صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب في الصحيحين، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا. قال والله ما يشير لجهة إلا تقول الغمام كذا، ولا يشير لجهة إلا يقول الغيث كذا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس والله أن خرجنا كأن المدينة في جوبة، كأن في ثوب كذا، يعني كان مفصل ثوب الشمس عليها، وأن المطر في وأوديتها وعلى جبالها. فصلى الله وسلم عليه. إذن لا تيأس من الغيث، لا تيأس من الرحمة، لا تيأس من المغفرة، لا تيأس من الرزق، لا تيأس أنه يقضى دينك، لا تيأس أنك ما تحصل وظيفة. اطرق يا أخي، الباب موجود مفتوح، الباب اطرق اطرق، بس بالدعاء الاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سؤال: في أي لحظة قال سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. قالها مرة لما رأى الدنيا ورأى الاستعراض العسكري عنده، الحيوانات العجماوات الجن والإنس لم يملك الدنيا مثل سليمان. يقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، ما يجي واحد أبدا يملك الدنيا. أخبركم بطرفة ذكرت في سيرة سليمان، وذكر أحد الوعاظ والدكاترة، هي مما يقول حدثوا عن بني إسرائيل، يقول يا ربي هل ملكي، سليمان يكلم ربه أوحى الله إليه، يا ربي هل ملكي الذي أعطيتني ورزقتني أستطيع وجبة واحدة أغدي مخلوقاتك أو أعشيهم من رزقك من فضلك علي؟ قال سبحانه فأوحى الله له: تريد تغدي أو تطعم من في البر أو من في البحر؟ وجبة واحدة بس من اللي عندك كل الملك. قال يا ربي وأهل البر كم وأهل البحر؟ قال خلقت في البر 400 أمة وفي البحر 600 أمة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم. الفصائل، العجماوات، الحيوانات، الزواحف، أمم موجود في كتب الحيوانات أمم. قال يا ربي أنا أريد قريب من البحر، أريد البحر. فقال يا ربي أسألك أن تمهني شهرا يعد مادبة، بيسوي مادبة على البحر بس، يشوف واحد مرة يغديهم ولا يعشيهم مخلوقات الباري بس في البحر، أما البر ما يقدر. فأعطاه الله شهرا، أمهله شهرا، فأخذ الجن والإنس كلهم يسوون مادبة، الجن والإنس الذين في البحر والذين في البر يفرشون ما عند آدم من سليمان من المطعومات والمشروبات وكل ما عنده. فلما انتهى شهر قال يا ربي قد انتهيت من مادبتي وكل ما عندي فهو من رزقك، أنت المتفضل أولا وآخرا وأنت المعطي. فلما عرض السفرة، سفرة لا يرى أولها ولا آخرها، عليها الجن والإنس بس مقلطين خدام يعني، خرجت سمكة واحدة من البحر تفجأ لها البحر. قال فاضطرب البحر فخرجت فكأنها البحر خرج من البحر، وكأنها الجبال تزحف، فأتت على السفرة فالتهمتها وذهبت بها جميعا في بطنها. ثم رجعت وإذا بسمكة أخرى أقبلت فابتلعت هذه تلك، ثم نزلت فسجد قال فخر راكعا وأناب قال سبحانك ما أعظمك. حدثوا عن بني إسرائيل الحرج، وسواء أنكرنا هذه القصة، والله الذي لا إله إلا هو الذي نشاهده أنه أعظم مما سمعنا، والله الذي يشاهده في الكون وقرأت عنه ورأيته وأبصرت أنه أعظم. الدكتور محمد راتب النابلسي نقل، وأنا رجعت إليه في الإنترنت، مجلة لايف الأمريكية من آخر أعدادها، علماء بعضهم أسلم اكتشفوا، أنتم تعرفون العلم هذا، اكتشفوا أن الشمس أكبر من الأرض مليون مرة. أرامكو تقول له مليون وثلاثمائة ألف مرة، الشمس أكبر من الأرض، المسافة بينهما 450 مليون سنة ضوئية. وفيه برج العقرب، تعرفون برج العقرب، في نجمة صغيرة حمراء في برج العقرب حجمها مثل الشمس والأرض والمسافة بينهما. وإنا لموسعون، يقول سبحانه وتعالى، هذا خلقه سبحانه. إذن
فكل حياتنا لحظات. إخوتي الكرام، أتيت اليوم أقول لكم لا تحزن، إن الله معنا. أتيت أقول لكم يا من أذنب استغفر، يا من اهتم أرجو الله، يا من اغتم وحزن أخبرك بمفتاح سحري وسري، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من أصابه كرب وهم وغم، تأمل وانتظر، لا تيأس لا تيأس لا تيأس، تفاءل تفاءل، عش الأمل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ارتكب ارتكب ارتكب، قريب والله يفرج عنك، لأنه قريب سميع مجيب سبحانه وتعالى. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، عليكم بكثرة الصلاة والسلام على سيد ولد آدم، فإنها من أعظم المفاتيح، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لما قال له أبي بن كعب سيد القراء في الترمذي وأحمد، كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال ما شئت. قال أجعل لك في آخر الحديث صلاتي كلها، يعني دعاء، إذا دعوت لن أدعو نفسي بشيء، بجعل الصلاة عليك، حتى ما أقول في أولادي في رزقي. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، وأحسن الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية. اللهم فاشهد، نجتمعنا في هذا الجامع نصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أكملها، لا تنسون، أكملها وأشملها وأفضلها وأعمها وأعظمها. اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إن اجتمعنا من شعوب ومن دول ومن أسر ومن قبائل ومن بطون تحت مظلة لا إله الله محمد رسول الله، اللهم فكفر عنا سيئاتنا واعتق رقابنا، اللهم ارحم، اللهم ارحم ضعفنا وذلتنا، اللهم لا تردنا محرومين بل مرحومين. اللهم اصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لما تحب ما ترضى. أسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم، الاسم الحي القيوم، الاسم ذي الجلال والإكرام، الاسم الأعظم المقدس المطهر المبارك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تعتق رقابنا من النار وأن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم أغث أمة الإسلام، اللهم أغث المسلمين، اللهم أغث المسلمين في فلسطين وفي سوريا والعراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضراء عن بلاد على المسلمين، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أسأل الله أن تكرمنا بلقاء خالد في الفردوس الأعلى بمن اجتمعنا به، إني أحبكم في الله، جعل الله محبتنا فيه، وغفر الله لي ولكم، وسامحني وإياكم، وتولانا وإياكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.